الأمرار. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جياوية بريس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالنسبة للوائح الترشيحات تحت الرائحة واحدة، دونك داكشي علاش مادام مكانوش جوج لوائح ضد من أعضاء المرشحة باش يحضروا معنا هنا باش نشوفوهم، مع العلم أنه اللي غادي نبغيو نمشيو في الانتخابات الرئيس اللي هو الدوري عشرة ديال أعضاء المكتب اللي نقرا لكم الاسم ديالهم وخرا على الليست. كاين الشغل صافي اللي كتحضروا الحاج محمد العلالي اللي كيعتذر لأن اليوم عنده هو يوم عيد ميلاد ديالو. غادي نطلبوا منكم التصويت على هذه اللائحة. شكون اللي تيصوت عليها؟ شي واحد اللي كيدرسها يطرسها شي هشام ليتمان. التصويت علني يعني باليد. شكون تيقول نعم هذه اللائحة؟ إجماع. شكون اللي تيقول لا؟ شكون اللي ما باغيش هذه اللائحة؟ كيرستين. شكون اللي تيقول لا؟ شكون اللي ما باغيش هذه اللائحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا دائما الجهوية بريس على التتبع ديالها والدعم ديالها للفريق شباب المحمدية، الفريق الأول للمدينة. اليوم هذا الحدث اللي كان هو حدث ديال الجمع العام الانتخابي اللي دائما كنزكيو فيه السي هشام ايتمنى كرئيس، ولهذا هذا جد عادي حيت هذا منذ سنين، واحد 10 سنوات او 8 سنوات ملي كان شباب محمدي كتخبط في المشاكل، كنت دائما من باب المسؤوليه اللي كنت في شباب المحمدي كنت كنطلب ان هشام ايتمنى هو المنقذ الوحيد لفريق شباب المحمديه. ما يمكنش لينا اننا هذا المشروع اللي حنا كنا كنطالبوا به سنين وسنين اليوم نكونوا ضده ابدا، واخا كانوا عندنا بعض التحفظات على بعض الاشخاص، ولكن على العموم والاخص هو ان الشخص هشام ايتمنى وكذلك الناس اللي معاه، ما كنقولش كل شيء، الناس اللي معاه هما مرغوب فيهم، وما يمكنش لينا حنا اليوم اللي كنا في شباب المحمديه منذ سنين وكنتخبطوا وكنعرفوا المشاكل ديال شباب المحمديه اننا نطعنوا في واحد البرنامج اللي حنا ماليه وحنا اللي كنا باغيين وكنا كنطالبوا بهشام ايتمنى انه هو المنقذ ديال هذا الفريق باش يصعد للقسم الوطني الثاني والقسم الوطني الاول. والحمد لله نتمناو هذه السنه ان شاء الله نحقوا المبتغى والسنه المقبله ولما لا الفوز بالبطوله في القسم الاحترافي ان شاء الله. عبد العالي فرقاش منخرط شباب محمديه. الحمد لله كما شفتوا جميعا ان الجمع العادي مر بكل شفافيه ووضوح في اطار القانون الجديد اللي ضافوا فيه جوج الناس الا وهو كريم معزوزي وياسين ايتمنى، والحمد لله الكل كيفاش شفتي المسائل دازت في واحد الظروف اللي صادق على جميع المنخرطين بدون استثناء، الكل صادق، الكل ادى المسائل كما يجب، وحنا اللي كنتمناو من هذا سميتو هو الفريق يزيد الامام ويكون انتخاب ديال المكتب اللي كما كيقولوا في القانون الجديد ديال 30% اللي كيبقاو المنخرطين اللي غادي يكون من هنا لواحد منذ غياخذوا الوسط النهائي ديالهم، وغادي تمكن ديك الساعه بتشكيل المكتب خارج هنا على كما تعلمون على الشركه. هذا هو اللي كان واضح ونتمنوا الخير فريق شباب محمديه ان شاء الله. نظرات لاعب شباب محمديه، الجمع العام الحمد لله داز بمستوى، وكنتمنوا من هذا الرئيس ان شاء الله باش يطلع شباب فريق شباب محمديه البريمير ديفيزيون ان شاء الله. وكنقول للناس خصو يتعاونوا مع هذا الرئيس، هذا الرئيس جا باش يخدم هذه المحمديه لان الاب ديالو كان رئيس شباب محمديه، وكنتمنى من هذا القلب باش الناس
يرومو هذا الرئيس، هذا الرئيس منه بغى يعطي لهاد المحمدية، وجاي إن شاء الله باش يعطي المحمدية الكثير الكثير، ونتمنى ليه إلا طول العمر ويعطي الشباب كل ما كانت منه. وشكرا.